على دعوته لمجلس المجتمع المدني لجلسة الناس ولجمع المدنية للقاء بين مسؤوليات المناسبة والتي يعني في مسار يعني مجموعة من الأنشطة التي بدأت يعني بتخليل ذكرى 29 يوليو 1955 أحداث كرونفال بالناس التي تم خلالها توقيع تنظيم لقاء ثقافي وتوقيع كتاب وقراءة الكتاب لأحد المقاومين وأحد أبناء الضرر المدينة الكناس وهو سي محمد القاسم بدر. هذا شكر خاص على الدعوة. شكر خاص كذلك للحضور. أولاً للسي المقاوم الذي يحضر معنا في هذه الوالية وخارج سودانا. وخارج سودانا جميعاً هو تاج على رؤوسنا وقبل يديه ورأسه على يعني ما ضحى به لأننا لم نكن حاضرين معه ولكن ضحى لكي ننعم نحن بهذا الاستقلال وهذا الاستقرار وهذا الأمن والأمن. كذلك يحضر معنا كذلك ممثل المجلس المحلي إبراهيم مرابطي الذي يعني سيلقي كلمة يعني ومحاضرة في هذه الأمسية لارتباط الوثيق للثلاثية المغربية الإسلام والملكية والوطن. فبالتالي يعني نفتخر بحضوره كذلك نفتخر بحضور يعني أعضاء الدولة. كذلك أتوجه بشكر جزيل لرجال الإعلام لحضورهم لهذا اللقاء كسي مساف وكسي حيلة وكسي حميني كذلك نظر أخبار اليوم الذي حضر اليوم. أشكر كذلك يعني السلطات الترابية الحاضرة معنا وكذلك مديرية الأمن الوطني على حضورنا إلى هذا اللقاء. أشكر كذلك السادة أعضاء ورؤساء الجمعيات يعني لحضورهم. أشكر أخيرا أعضاء مجلس المجتمع المدني والجمعيات المنضوية تحت لوائه كذلك الشبكات الجمعية الحاضرة معنا. أشكر كذلك أبناء المقاومين مريم الضيف أستاذ رحيلة أستاذ حدوش من حضورهم معنا الذين ضحوا في هذه المدينة بالغالي من هذا الشكر لابد من تلقى من لم يشكر الناس لم يشكر اليوم. كلمتنا كمشاهدين كلمة مرتبطة لكن على مشوارين. المحور الأول هو دور المجتمع المدني في ترسيخ الثوابت الوطنية. نعتقد جميع المطالبات هنا كمجتمع مدني المنطلقة الأولى خلال الآيات الكلمات التي تلاها علينا أستاذ محمد الرحيلة وهو يعني لا بد من التعريف بمن يحضرون معنا وهو المتقاعد في سلك الدرك المدفوع والذي كان له الماء الطويل في الدفاع عن الترابية وفي الدفاع عن أمن هذا البلد وفي مناسبة نتوجه الشكر للمقاومين وللرجال الأمن والدرك والمرابطين على حدودنا يعني لحماية بلدنا. هالآية البيئة التي ذكرها وهي المنطلق يعني ويتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. كذلك الآية الكريمة التي تلا علينا من المؤمنين رجال صدقوا فعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يصدق وما بدلوا تبديلا. هذا يعني الذين قضوا نحبهم والذين لا زالوا يعني وهذه عملية متجددة ربما سيكشف فيها أستاذنا الجليل علمنا الفضيل في هذه التفصيل. المرجعية الثانية وهي مرجعيات الدستور. الدستور أعطى للمجتمع المدني أدوارا مهمة جديدة ارتقت به إلى يعني أعمال يعني جليلة تكمل ما تقوم به الدولة من وتملأ ذلك الفراغ يعني بشكل تطوعي وتلقائي. كذلك المرجعية الدستورية خاصة من خلال الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن المواطنين يدافعون على حوزة الوطن من كل تهديد أو من كل عدوان ومن يعني وما نعرف ما تتربص به يعني بلادنا خاصة أعداء وحدتنا الترابية يعني في هذا المجال والذين نحن مرابطون لذلك سميت الرباط. فنحن مرابطون على التغري الغربي للعالم الإسلامي وفي يعني ومرابطون يعني ها
هذا الرباط القوي بحمد الله الذي يفضل الله علينا في أمن وأمان. هذه المرجعية. المرجعية الثانية التي مطلق هنا في العمل في هذا الجانب في عمل المقاومة وهو الخطاب الملكي السامي ل20 أغسطس 1921 والذي ذكر مجموعة من الخطب الملكية، لكن الخطاب الأخير أن أشار فيه جلالة الملك وسأقرأه لأنه خطاب جلالة الملك سأقرأه كما هو. قال جلالته: إن تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة لاستحضار قيام التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله، وهي ليست فقط حدثا تاريخيا وإنما ثورة مستمرة تلهم الأجيال المتعاقبة بنفس الروح الوطنية الحقة للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته. هذا لا بد أولا لنا لا بد لنا أن نستحضر هذه التوجيهات السامية لأنها هي المحدد لنا لبرامجنا كمجتمع مدني. هذا ترسيخ قيم الوطن ويعني ما جاء به المضامين هي خارطة الطريق بالنسبة لنا. وكان يعني هذا العمل مع المندوبية والتي نشكره جزيل الشكر سعب كبير، ليس كموظفة في هذه ولكن الروح الوطني التي يعني شتي هذا الرجل وتشبع بها وانفتاحه ويعني وتواصله، فهو يعني الحقيقة جزاه الله خيرا على ما يقوم به وتواضعه وهو يعني منيب بأدق التفاصيل. يعني الحقيقة أنا جالسته يعني من خلال لقاءات مع المكتب داكشي فالله يجزيه بخير. هذا قلت على أنه يعني هذا العمل ديالنا بخارج الطريق التي رسمها لنا جلالة الملك يعني لهذا العمل، كذلك من خلال المرجعية الثالثة وهي قانون الأساسي كمجلس المجتمع، وضعنا في هدفنا الأول يعني ترسيخ قيم المواطنة ودفاعنا ومساهمة في التطور. من خلال هذه المنطلقات يأتي هذا اللقاء الذي نتمنى أنه يكون يعني بادرة خير للتعريف يعني للتعريف بالبطولات التي هذه الحالة الحاضرة الآن وهذه الأحداث. الحقيقة هنا يرى هذا الروحاني مجموعة ولا تحسبن الذين قتلوا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه الصور لإحيائهم فهم يعني روحهم حاضرة معنا يعني فهذا بلا شك في هذه الأجواء الربانية الروحانية لها من يعني من الأثر النفسي ومن الاستلهام مجموعة من الأمور. المحور الثاني وهو يعني المقاومة بمدينة مكناس. يعني نحن نشتغلون الآن في الفضاء للناس رغم أننا نشتغل على مستوى الجهة تسع أقاليم للجهة، فمدينة مكناس تزخر الحقيقة بها. والإشارة التي أشار الأستاذ ولم تكن في كلمتها الرسمية يعني حول أحداث 1953 غش في مدينة مكناس. مدينة مكناس عرفت في 1952 عملية تجفيف منابع من طرف الاستعمار الفرنسي حيث قام بنفي مجموعة من المقاومة. كل من يعني يتكلم عن المقاومة فقد قام بنفيه وطرده واعتقاله وزجه في السجون. فيعني كانت أحداث ثلاثة رغم ذلك الخناق الذي كان لأنه كان يعتبر المدن قوية هي يعني قام بتجفيف المنابع فيها يعني قام يعني بضبطها، لكن رغم ذلك خرجت مظاهرة بلطيف في المسجد الأعضاء وخرجت وما قاله الأستاذ وهذا لا فيه من بل هي رواية شفوية كما يقول الفقهاء سندها متصل مضبوط من ثقة. فكما حكى لنا مجموعة من المقاومين وأخيرا حكاها لي وأكدها لي الأستاذ محمد قاسم بالدف. ملي كيشدو شي مقاول كيمشيو للعائلة ديالو هي الأولى كيشدوهم، كاع اللي كينسب عليه كيمشي يتخفص ويقول الله صافي، ما كيبقاش غير واحد، كتمشي العائلة كلها. استعمار شتي اللي كيديرو دابا اليهود داكشي كانت كديرو فرنسا، منين أنا منين نهار تشديت العائلة كلها تشدت والعائلة كلها تكرفست ما بقاش شي واحد ولا تكرفس. هما كيمشيو كل الضعف ديال باش تعبر نتا على تقول لهم اش كاين فين كاين الوطن فين كاين الناس اللي تابعين الوطن ديالهم. مع حنا كانوا عارفين واحد كينا يعني ما كيعرف حتى واحد، قال لك
مشينا عندنا على بالكون ديال الخميسه خمسه دقائق كنت من الصحابه باش ما تكرش على صحابك كل كان كيجي من صبانيا صح مرجع علينا نهار شدونا حيدونا الكول حيدو كاع البلاصه اللي فيها الخياطه حيدونا وشهر هما كيطوفونا على الناس اللي كيعرفونا كاع في القبائل في الجيش في كل شيء كيقولوا لهم شوفوا احنا كنعذبوا هذا اللي دار شي حاجه حتى هو غنديروا له بحال هكا كيخوفوا الناس داك الشيء اللي كيديروا اليهود كان كنديروا فرنسا دابا اللي كيتهضر مع هذا كيقول فرنسا الله ينصر فرنسا اللي كينصر فرنسا راه منها يهودي مخلص راه استعمار ما فيهش الشفقه ما فيهش الرحمه راه غير كان الناس في الباديه كيدوز فرنساوي وكيبداو يعطيوه السلام برش ليهم وبيديهم بالخوف ديال الاستعمار ما كان حتى شي واحد اللي عنده الحق يهضر ولا يتكلم ولا يناقش هذه شهادة حية كذلك لما كان يعيشه المقاول كمل وغادي يسمح لي القضية ديال الدار البيضاء ديال الحلفاء تجمع معهم واحد الخميس في الدار البيضاء في 43 عندك جنرال ديفول في فرنسا وشيرشيل وايزنهاور وواعدوا قالوا له عطينا رجال وعطينا عاونا على الجيش في 41 راه فرنسا داتنا كل شيء ما خلاتنا شي حاجه كانت كندفع الجيش ووعدوا باستقلال قالوا له نهار غنربحوا فرنسا تربح الالمان غنعطيوك استقلال النهار اللي ربحوا الاستقلال ديالهم هذا بدي يقول في الاستعراض ديال فرنسا قال لهم يحياوا المغاربه ضربوه بالقرطاس وحيدوه باش ما يعطيوش استقلال للمغاربه فرنسا خداع استعمار كله خداع اللي كيحيي فرنسا ولا استعمار كله راه منهم حنا بلادنا عطانا ربي زينه ولكن حنا مفرطين فيها من الصغير حتى الكبير ما كنعرفوش المغرب شنو كيسوى حنا اللي تشارينا وشدنا ودرنا العالم كله راه اخير بلاد هي بلادنا ولكن حنا فينا واحد النقطه مازال المغاربه ما متحدينش المغاربه بحال دابا شي ما كيرحمش كان عليه شحال كان الناس كيتعاملوا دابا ما بقاش المعامله نهائيا غادي المغرب كيتفرق والعائله كتفرق هذاك الشيء اللي كيبغي الاستعمار باش يدخل باش يدينا الخيرات ديالنا ويعذبنا ويجعلنا عبيد ديالو حنا خصنا نتحدوا وخصنا نحلوا بعضياتنا ونتعاونوا اما كانش الاتحاد والمعاونه راه مشينا بحال هكا شكرا الحاج وكمل كلماتي يعني شكرا للسيد القائم على هذه الشهادات وهذه هذا قلت على ان مدينه مكناس يعني كانت حيده وكانت يعني حاضره والحقيقه ان مدينه مكناس للاسف الشديد في الجانب ديال المقاومه الحق حنايا احداث ديال سبتمبر 1937 متعلقه باحداث بوكران هي يعني هي رمز كبير هي الشراره التي يعني انطلاق ديال العمل الكفاحي يعني بعد هدوئه يعني الشراره الثانيه يعني بعد احداث الريف يعني جات احداث بوفكران واللي هي كانت مطاره واللي جات موراها مجموعه من الاحداث اللي الحقيقه لابد من الصلاه عليها قمنا بالصلاه كما قلت في بدايه الكلمه حول احداث 25 يوليوز 1955 في برونفار واللي الحقيقه يعني لابد الحقيقه من التخليد ديالها سنويا وادعو جمعيات المجتمع المدني ودار الصحافه انه جميع المتدخلين كذلك المجلس العلمي من خلال خطابه المنبريه ديال الجمعه ان هذه الاحداث الوطنيه التي نعيشها بكاس يعني تستلهم في الناس روح الدفاع عن حوزه الوطن هذه نبدا بشيء كبير هذا الحدث ديال 16 غشت اللي تسير فيه جمعيه ديال بلديه الكلاس لابد كذلك نسكت عليه المقاومه في جبل زرهون وما ادراك ما زرهون في البوادي التي تعي يعني في مدينه الكلاس وكذلك المحطات التي بها اخيرا النقطه الاخيره يعني اللي خاصني هذه الكلمه وهو يعني واحد الامر اللي كبير لابد منه خرج مواطنون المغاربه للدفاع عن يعني عن بيعته للسلطان الشرعي محمد الخامس وهذه لابد ان نستحضرها لانه لم يستطع مواطن المغاربه يعني سلطان غير شرعي يعني وان بيعتهم للسلطان محمد الخامس هي بيعه شرعيه مؤكده
فدفعوا بنفوسهم ودفعوا يعني بكل ما يستطيعون القيام به للدفاع عن ارتباطهم الوثيق بالعرش العلوي المجيد، يعني من خلال يعني مذكور له سلطان محمد الخامس وكذلك والده الصديق مولاي الحسن انذاك والحسن الثاني نصر الله، واستكمال نحن هذه المحطه ارتباطنا بالعرش العلوي المجيد من خلال جلاله الملك محمد السادس نصر الله والاسس العلوي الشريفه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم واشكركم واعتذر عن الاطاله.